شكراً، رح نظف ثيابي وأرجع بعد 5 دقائق. منروح؟ إيه؟ باي باي. استنى، وين رايح؟ مرحبا. مو معقول، أنا وين؟ مو هيك عم تفكري؟ أنا كمان كنت مثلك، ما بحب أبداً أجواء الحفلات. تفضل، بيتحسن مزاجك. لا، أنا ما بحب هيك شغلات. ما كنت بعرف، مو مهم. يا أستاذ عطيني عصير بردقان. هاد بردقان، بتمنى تشربي. لا شكراً، ما بدي أشرب أي شيء. استني، بالمناسبة مين أنتي؟ قصدي ما بتشبهي ولا وحدة من رفقات ريشي. ما في مكياج ولا فساتين قصيرة ولا عصير. قليلي كيف طلعتي معه؟ بس لا تقليلي إنه هو شافك صدفة بالطريق وعرض عليك يوصلك بسيارته وبعدين جابك على الفندق كرمال ترتاحي مثل ما بيعمل. أنتي بتعرفي شو قصدي. الصراحة أهله لريشي هن بدهم ياني اتزوج ريشي، لهيك نحنا اجينا نتعرف على بعض. لحظة، أنا آسف، بعتذر. أنتي وريشي. استني شوي، عجبني الكلام اللي أنتي قلتي. لوين رايحة؟ بدي روح لعند ريشي. هلأ ما رح يرجع، لأنه هو طلع لفوق مع رفيقتنا شنايا، رح ياخد شوية وقت. بتخيل فهمت علي. أخذ لي رفيقتي الجديدة كمان، فليش لحتى أنا ما أعمل نفس الشي معه؟ استني شوي، لوين رايحة؟ إذا بتريد تركني بحالي، بدي شوفي. روح على البيت. أنا لازم روح على البيت، ما فيني أتأخر. استني شوي، شو صار؟ بعرف إنه أنت تضايقتي كمان. ريشي راح مع رفيقتي وتركك لوحدك، لهيك لازم تعملي نفس الشي. تعالي معي وما تحكي معه. لا، ما بدي يكون مع حدا، لازم روح. دقيقة، بدك تروحي لعند ريشي؟ رح أخذك لعند. لا، ما بدي روح. لا، لو سمحت ما بدي روح معك. ريشي وينه؟ بترجاك اتركني. لا تكوني هيك يا حلوة، خليني صفي حسابي بالأول. أنت رح تصيري مرته. لا، صدقيني أنا ما رح ضايقك كثير. اشيلي هالشال. أو جاي، شفت لاكشمي شي؟ مين؟ لاكشمي اللي كانت معي. أعطيني. إيه صح، أنا شفتها أنها طلعت مع هارش فردان. ليك هنيك؟ أعطيني من عندك التلج. إذا بتريد خليني روح. إذا بتريد لك تعي. ساعدوني.